صباح الخير عليكم غزالات، نتمنى يا ربي اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتيني اليوم الاحد. كما كتعرفوا مره كنبغي نشارك معكم روتيناتي ويومياتي كيفاش كدوز. فاليوم ان شاء الله كما كتعرفوا يوم الاحد كتكون الاسره مجتمعه، فان شاء الله اليوم غادي اول حاجه غادي ندوزو باش غادي نوجدوا فطور مع بعضياتنا. من بعد ان شاء الله غادي ندوز عندي شويه تاع التنظيف خاصني نديرو اليوم، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو نخرجوا نفوجوا شويه، واكيد اي حاجه غادي نديكم معايا فيها فخليكم معايا. دابا اول حاجه غادي ندوز ولادي، يعني حطيتهم في كراساهم، عطيتهم غير شويه السيريال اللي ياكلوا يسكتوا بالجوع ان شاء الله على ما نوجد حنايا الفطور ديالنا. وقبل ما ندوز نوجد الفطور غادي ندوز بعدا نخوي اله غسيل الاواني لان دورتها البارح باللي، ومهم انتم معايا باش تكتشفوا معايا كل شيء في هذا الشيء في هذا الفيديو هذا. يلا بعد ما خويت ماكينه اله غسيل الاواني ان شاء الله دابا غادي ندوز لمرحله الفطور. اليوم ان شاء الله فطوري غادي يكون ساهل ماهل لانني وجدت ليه مسبقا. المهم اول حاجه كناخذ هنايا الاطباق اللي غادي نوضع، صافي كنوضع فيهم هكا شي فراقه هكا صغيره او هكا اواني صغار، لان بزاف البنات كيقول لي ولي تشاركي معنا الطريقه كيفاش كتقدمي. وصافي غادي نوضع مثلا قطعه الجبن او مربى او زبده، المهم اللي باش اللي كتبغيو نتوما تفضلوا. وفي الجهه الاخرى غادي نوضع شويه ديال الزيتون لان اليوم ان شاء الله غادي نعمل اومليت في الفطور، فالاومليت كيتماشى بزاف مع الزيتون الاسود ومع هكا الجبن. وصافي غادي نترك هاد الاطباق ديالي جانبا وغادي ندوز ناخذ اطباق صغيره او سله الخبز وغادي نوضع فيها واحد الخبيزات هادو صايبتهم البارح باش على اساس نفطروا بهم، كيجيو غزالين بالحبوب والقمح. هادو من بين الخبيزات المعتمدين عندي وان شاء الله راه من بعد نشارك معكم الوصفه قريبا، كيجيو رائعين ومغذيين ك يعني خبيزه تبداو بهم الصباح ديالكم. وان شاء الله غادي ناخذ طبق اخر وغادي نحاول نوضع فيه واحد الكاب كيك، هادو كنصايبتهم نهار الجمعه لان وليداتي كيلصقوني عليهم الا غبرت عليهم شويه ما صايبتهمش ليهم كيديروا لي حاله كيقول لك والو خاصهم الكاب كيك. مهم هادو غالبا ولادي اللي كيعجبوهم فغادي نحطهم اليوم لانهم باقي ما فطروش مزيان. وهنايا غادي ندوز باش غادي نصايب صينيات الشاي، نضع الكويسات، ها هو النعناع جبدته غسلته كما كنقول لكم دائما كيعجبني نعمل عريشات ديال النعناع في وسط الكاس كيجي يعني اتاي مركز مزيان بالنعناع. وهنا كذلك هو البراد راه وجدته، درت فيه سكر وحبوب اتاي وصافي ان شاء الله دابا راه الماء كيسخن وغادي ندوز باش نعمر بريريت اتاي. غادي نخلي الصينيه ديالي جانبا وغادي ندوز ان شاء الله دابا باش غادي نوجد واحد الاومليت هكا. صافي البيض كنضيف ليه تقريبا واحد المقدار ديال جوج معالق كبار ديال الحليب، كيجي معاه رائع وكيساهم انه كينتفخ حتى المذاق ديالو كيجي لذيذ. بالنسبه صافي دابا غادي نخفق البيض وندوز ان شاء الله نطيبو بالزيت البلديه. صافي البنات دابا كندير المقله تسخن وصافي. هنايا عندي كما كنقول لكم دائما كيعجبني نستعمل هذا الزيوت زيت البلديه اللي بالاعشاب، سبق لي وشاركتها معكم. غادي نخلي لكم الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديال تحضيرها في صندوق الوصف، كتجي لذيذه هكا في الطياب. واحد تقريبا واحد المقدار ديال ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه وصافي ان شاء الله دابا غادي ندوز نضع هكا البيض. ودائما انا الاومليت كيعجبني انا نديرو هكا على نار اللي مهيله وكنغطي عليه بشي صينيه ولا طبق وكنخليه كيطيب على المهل ديالو. صافي البنات كيكون هذا هو فطوري، يعني فطور ساهل ماهل لانه يعني كما ذكرت سبق لي وحضرت ليه مسبقا،
فكما شفتوا هذا الطبق، يعني كل واحد كان حاط لي الطبق ديالو، هما الخبيزات ديال الدار بالقمح والحبوب، كيجيو رائعين وكيجيو هشاش. ان شاء الله الا بغيتوا ننزل لكم الوصفه خليوها ليا في التعليق، وشجعوني باللايكات ديالكم ان شاء الله باش ننزل لكم في اقرب فرصه. وهنا الاومليت، يعني فاش كنسالي كنرشوا بشويه الملحه والكمون والجبن وبشويه الزعتر. الزعتر كيتماشى، يعني المذاق كيجي هائل مع الاومليت، وخلاص الحليب حتى هو كيعطي مذاق لذيذ. وهادو يعني الكاب كيك هادو صراحه كنحطو معايا على وليداتي، كيعجبوهم بزاف. وان شاء الله الا بغيتو حتى هما نحاول من بعد ان شاء الله ننزل لكم الوصفه ديالهم. وهذه هي الصينيه ديال الشاي، ضروري الشاي كنعشق الشاي المغربي، كنوضع هكاك الكويسات فيهم النعناع، وكيكون هذا هو فطوري يعني مغربي لذيذ مغذي وسهل هكا باش كنبداو به اليوم ديالنا. جا الوقت يعني جمعت شويه للمطبخ، وجا الوقت باش غادي نطلع الفوق باش غادي نحاول نجمع غرف النوم. دائما انا غالبا كنجمعهم حتى كنسالي الفطور وصافي. دابا ان شاء الله كذلك عندي اليوم تصبين تابعني، ومهم هانتوما معايا. فدابا البنات اول حاجه كنحرص انني نديرها فاش كنطلع نجمع غرف النوم، دائما هذا الوقت هذا اللي كنكون مثلا داك جوج دقائق او ثلاثه دقائق، وخا كيكون البرد وخا يكون الثلج وخا تكون الشتا اللي كان، كنحاول دائما انني نهوي النوافذ في الوقت اللي انايا كنكون كنجمع فيهم الغرف، ومنين كنسالي كنعاود نسدهم ضروري يدخل الهواء نقي للغرف. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نجمع الغطاوات وداك الشيء باش ندوز نصبنهم. فدابا هنا البنات اول حاجه غادي ندوز نصبنها قبل الافريشه هما الملابس. هنايا راه عمرت ديجا الماكينه البارح بالليل، كما كتعرفوا اللي عندها الدراري الصغار ماكينه تصبين 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 كي يعني كيوسخوا حوايجهم دغيا. صافي دابا راه درت غير الحوايج هكا الملونين مخلطين، هما اللي غادي ندير لهم الدوره الاولى، والدوره الثانيه ان شاء الله هي اللي غادي نعمل فيها الافريشه والاغشيه ديال البخاد وداك الشيء. بالنسبه كذلك البنات اللي كيسولوني على المنتوجات اللي كنستعمل في التصبين، هاد كنستعمل بالنسبه يعني البرودوي ديال التصبين هاد كول واتر، هذا ارمن هامر، هذا كنستعملو صراحه هذا زوين، وبعض المرات كنستعمل حتى الماركه ديال تيد، بجوجهم زوينين. المهم انا كنتبع البروموسيون اللي لقيت فيها البروموسيون هي اللي كناخذ، وكما شفتوا هذا كناخذ هذا الحجم يعني اقتصادي في 140 تصبينه. وبالنسبه للملطف او المعطر ديال الملابس كنستعمل هذا فليسي، هذا كيخلي ريحه زوينه، وكذلك الحوايج كيخرجوا رطبين يعني ما كيخرجش على الحوايج. وكذلك الا كنت مثلا غادي نستعمل الالوان عفوا الملابس اللي بيضاء او الفوطات او لي زور اللي بيضين، كنزيد معاهم هاد المعلقه كبيره عامره من هذا كيخلي كذلك كيحيد ليطاج الا كانوا في الحوايج. وصافي دابا ان شاء الله غادي ندوز باش ندور الماكينه ديالي. صافي بعد ما درت الدوره الاولى ديال الحوايج تصبن، صافي غادي نبقى انايا الفوق، ما غاديش نحاول ننزل حتى نديرهم يتنشفوا. في هذا الوقت هذا غادي ندوز انايا كما شفتوا جبت لاسبيراتور، صافي غادي ندوز ان شاء الله غادي ندور شويه بالبيوتا والكلوار داك الشيء، ندوز عليهم لاسبيراتور، ومن بعد ان شاء الله ندوز نقي كذلك الحمامات، وصافي نجمع بيتي حتى هو باقي ليا ولا باقي شي حاجه كمرونه نجمعها. المهم انتم معايا.
صافي دابا الحمد لله حيدت عليا شويه تاع التنظيف ديال الدار. بالنسبه للحوايج من بعد ما درتهم ينشفوا في النشافه صافي درتهم في السله وديتهم لواحد الغرفه تما عندي كتكوني مسدوده، هذيك هي اللي كنطوي فيها الحوايج وداك الشيء. وصراحه انا يعني كنتخيلوا شحال كنعكز على طويه الحوايج، كنعتبره يعني شي حاجه اللي ممله ممله، وانا عارفه بزاف النساء غادي يكونوا بحالي. عندك طويه الحوايج وعندك نشير، هادو جوج حوايج اللي ما تحاوليش تقولي ليا ديري عطيني نغسل الماعن، عطيني نقي، عطيني نجمع، عطيني نطيب، ندير كلشي الا هاد الجوج هادو. واللي بحالي تخلي عليا في التعليق وكل وحده تقول لي شنو اكثر حاجه ما كتحملش دير في الدار. وانا صراحه نقدر نقول لكم غسيل الماعن كيعجبني، كنستمتع وانا كنغسل الماعن، الطياب كيعجبني ما عنديش فيه مشكل الا الطويان ونشير حيدهم عليا. وصافي دابا ان شاء الله نخليهم حتى الغدا عاد نطويهم. دابا غادي ندوز نوجد راسي ونوجد وليداتي ان شاء الله باش غادي نخرجوا نضربوا دويره ان شاء الله ونتغداو. وهانتوما معايا كلشي، هادشي غادي نتشاركوا معاكم. يلا هنا البنات كما كتشوفوا اول حاجه قلت للراجل اللي بغيت نمشي للمحل وينرز من بين المحلات المفضله هنايا، صراحه عندهم كلشي وعندهم داكشي زوين، ولكن هذه المره ما بغيتش نمشي للبلاصه ديال الماعن وداكشي، راه كنمشي غير كندوخ فيها. قلت نجي ان شاء الله نشوف يعني اخر الموديلات اللي عاملين في الحقائب. صراحه هذا المحل هذا ماشي عنده واحد الماركه محدده في يعني في الاشياء او في الملابس او في الحقائب، بالعكس هذا كتلقاي عنده تشكيله يعني كاع الماركات العالميه او الماركات يعني العاديه اللي معروفه او سوا اللي ما معروفاش ديال الحقائب ديال الاحذيه ديال كلشي، كيجيبوا شويه شويه من كل حاجه. والموديلات اللي كتلقايهم عندهم هذه المره ما كتعاوديش تلقايهم مره اخرى، وصراحه كتلقاي عندهم يعني تخفيضات بعض المره اللي غزالين. كما شفتوا عندهم حقائب كيحمقوا اي ماركه بغيتيها صراحه كتلقايها عندهم. وديما هادشي باش كيعجبني انني ما كتمليش من انك تجي لهذا المحل، هو كما ذكرت اللي تلقاي عنده هاد النهار هذا غادي ترجعي السيمانه الجايه ما غاديش تعاودي تلقاه، يعني الا لقيتي شي حاجه زوينه بلا ما تضيعيها. وكيف باش شفتوا صراحه عندهم اختيارات كثيره كثيره، انا فقط كنحاول انني ناخذ لكم غير مقتطفات من الحقائب للنساء المحبين للحقائب. انا صراحه ما كيعجبونيش بزاف الكون انا عندي جوج وليدات صغار، فما كتكونش عندي مناسبه فوقاش كنهزهم، ففقط دائما كنكتفي نهز غير هذوك اللي كيتعلقوا هما اللي كيجيوني عمليا بزاف. ايوا مهم كما شفتوا يعني الماركات كتلقاي كالفين كلاين، كتلقاي جيس، كتلقاي شانيل، كتلقاي مهم مايكل كور، يعني كتلقاي حتى دوك الماركات اللي عاديين، بعد كتلقاي برادا، تومي هيلفيجر، مهم اي ماركه بغيتي. وصراحه زعما اللي كيعجبوها السيكان راديه هذا هو احسن محل تقدر تجي ليه صراحه، عنده داكشي زوين. ومهم الا عجبكم ان شاء الله مره اخرى بغيتوني مره نوريكم مثلا الملابس اللي كيكونوا عندهم او الاحذيه اللي كيجيبوا، اذا صراحه ديما عندهم الجديد. ومن بعد مشيت للبلاصه بغيت ناخذ شي بيجامات هكا ديال الشتاء ما بقاوش عندي صراحه، وكذلك بغيت ناخذ شي حاجه بانطوفا ولا هذا. ودابا مع قرب نويل كما شفتوا كيعملوا هاد لي باك هادو، كتكون داخل فيها بعض المرات بيجاما كومبلي بالبينوار ديالها بتقاشرها بالبانطوفات ديالها، ولكن غالبا كتلقاي فيهم داك يعني الزواق ديال الكريسماس. انا ما بغيتش، بغيت شي حاجه سامبل. وهنا البانطوفات هما عندهم صراحه بانطوفات زوينين، غالبا الاثمنه كتلقاي عندهم يعني 10 12 دولار 14 دولار، وبعض المرات كتلقاي يعني الثمن اللي كيكون قل. وهادو هما الموديلات، غادي نخليكم يعني جوله خفيفه، ومره اخرى ان شاء الله نوريكم البلاصه اللي عندهم فيها الاواني. انا صراحه ما بغيتش نمشي لها اليوم، بغيت نفراني شويه من الماعن.
ودابا البنات بعد ما سالينا الجوله ديالنا في الاخير بقيت خديت غير بانطوفاليه وبانطوفال بنتي، يعني ما خديتش شي حاجه كثيره وصافي. دابا ان شاء الله راه كيما شفتوا بدا يظلم الحال مسبقا، وخا يلا الربعاء دابا ولكن نهار قصير كيبدا يظلم الحال في هذا الفصل هذا بكري. فشدنا الجوع اصلا وجا وقت الغداء، فمشينا لواحد المطعم اللي صراحه جا في واحد المدينه اللي كتبعد علينا بتقريبا 35 دقيقه، لان هي اللي فيها المطاعم صراحه حلال كثار وعندك يعني فاش تختاري. فغادي نمشيو لواحد المطعم هندي، لان مره كيعجبنا نغيروا في الاكل ديالنا وندوقوا يعني اطباق اللي مختلفه، وهذا المطعم صراحه عندهم ماكله زوينه. فهانتوما معايا وخليكم باش تكتشفوا. هنا البنات الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. هذيك الساعه كانت ديجا 7 وشي حاجه، فبقيت غير شويه وطلعت وليداتي بدلت ليهم، ما كانش خاصني ندوش لهم لان ندوش لهم غير البارح، فصافي غير بدلت ليهم وغسلت لهم يديهم جاهم داكشي وحطيتهم في بلاصتهم وصافي نزلت انايا. وبديت كنوجد يعني وجدت كويس ديال اتاي بالنعناع، حطيت هاد الحليوه هادي او سويسرو بلا كريم كنسبق لي وشاركت معكم الطريقه ديالها. غادي نخلي لكم الرابط اللي بغيتو تشوفوا الوصفه في صندوق الوصف، وصافي كنجلسوا كنتفرجوا في برامج او مسلسلات، المهم كل مره وشنو او افلام. وكيكون هذا هو نهايه اليوم ديالي، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا فيه وقضيتوا معايا يوم ممتع. ولا بغيتو ان شاء الله ننزل لكم طريقه تحضير الخبز الرائع اللي كما شاهدتوا معايا في الفطور، ما عليكم الا تشجعوني باللايكات ديالكم باش نحاول ننزلو لكم في اقرب فرصه ممكنه. ولا بغيتو مزيد من الروتينات يعني ويومياتي، ما عليكم الا تخليوها لي في تعليق، تعليقكم رائع صراحه اللي كتفرحني بزاف 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 وكتشجعني دائما انني نستمر ونجيبكم كل ما هو جديد. وما بقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء يا اغلى خواتي.